سلام اخواتي، كدايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير. انا اليوم بنشارك معكم واحد المسيمنات كيجوا على شكل سيجار، تيجوا زوينين بحشوه زوينه. عندي هنا نص كيلو، عندي نص كيلو الدقيق، عندي هذه بالنسبه للعجينه، عندي نص كيلو الدقيق، عندي بيضه وشويه الملحه. بالنسبه للحشوه عندي حوت، حوت الابيض اللي ما متوفرش، ديروا الطون. عندي هنا فلافل ملونه، عندي هنا جوج بصيلات، عندي جوج قرايعات محكوكين، عندي جوج خيزوات محكوكين، عندي شويه الزيتون مقطع، عندي الربيع، شويه الربيع. عندي هنا التوابل، عندي الكمون، شويه السكينجبير، شويه الخرقوم، شويه البزار، شويه التحميره، عندي الشعريه الصينيه ومليحه، وزيت العود، زيت البلديه وزيت العود. انا دابا غادي نعجن العجينه، ندير بيضه ومليحه. انا دابا البنات غنعجن العجينه ونرجع معكم. هي هذه العجينه من بعد ما عجنتها دلقتها، انا نكونها كويرات بحال هكا. هي بحال هكا كامله، وندوز نكمل نخليها ترتاح، نغطيها بشي زويف نخليها ترتاح، وندوز نشحر الحشوه باش تبرد ليا. ندوزو الحشوه البنات، ندير شويه الزيت بلدية، شوية زيت رومي، ندير البصيلة، ندير فلافل ملونة حمراء، درت انايا الحمراء والخضراء. انا دابا نديرهم فوق البوطه يتشحروا. هي هذه البنات درتها فوق البوطه تشحر، غادي نشحرها. هي هذه البنات البصيله وسميتنا من بعد ما تشحرات البنات، ونزيد عليها خيزو محكوك. هذا البنات راه زوين حتى بالنسبه للدراري اللي ما كياكلوش الخضره، راه صحيه. انا دابا البنات غادي نتشحر هاد الخضيرات تتبل ونرجع معاكم. البنات من بعد ما شحرت ديك داك خيزو والقريعه مع ديك البصيله والفليفله، ملي دبلات بحال هكا، انا دابا غنزيد الزوت. انا درت ميرنو هنايا اللي متوفر في البيت، اذا كان دجاج، اذا كان طون، اي حاجه كانت عاودوا بها. انا عندي الحوت، دابا درت الحوت، درت الشعرية الصينية، عندي البنات هنا الكمون، شوية سكينجبير، شوية الخرقوم، شوية البزار، شوية التحميرة، حتى هي غادي نديرهم هنا، نخلط هادشي كامل.
ونخلط هذا الشيء. هي دي البنات من بعد ما شحر لي كل شيء وخلط مزيان خالص، غنزيد الزيتون، غنزيد الزيتون مقطع. صافي غادي غير نخلطهم مزيان شي دقائق، عفوا نسيت الملحه، ندير الملحه. نخلط هذا الشيء مزيان بحال هكا. صافي وغادي نطفي عليه البوطه ونخليه يبرد وندوزو نشكلو المسمنه ديالنا ولا لي سيجار. صافي انا دابا غنطفي عليه البوطه وندوز معاكم في الطريقه ديال التشكيل ديالها. البنات انا رجعت معاكم، هي هذه الحشوه من بعد ما طابت وبردات. انا دابا نقرص العجينه بحال هكا. نقرص العجينة، نقرصها رقيقة حتى تبدا تبان ليا الرخام، باش دوك المسيمنات يجيو مرقين ومقرمشين بحال اللي مصايبين بالورقة. ماشي مشكل، لا ديرها طرحتش من لا تقطعات بحال هكا، ملي كتناو ما تبقاش تبان. كندير الحشوة بحال هكا بحال هكا دايره. كندير شوية فرماج محكوك اللي كاين، لا لا ما كانش متوفر ماشي مشكل، بلاش قدروا نستغناو عليه. هي هادي البنات انا كنرشمها بحال هكا بالموس، ما كنقطعهاش غير كنرشمها بحال هكايا حتى كطيب، وكنخرجها عاد فاش كنقطعها. هي هادي البنات انا نعاود معكم واحده اخرى. هيا البنات عجينة من بعد ما قرصتها وندير الحشوة بحال هكا. ندير فرماج، كيجيو البنات زوينين كيجيو مقرمشين، غير جربوهم ما غاديش تندموا. غادي نرشم بحال هكا
البنات انا من بعد ما كملت الكميه كامله اللي عندي غادي نطيبهم ونرجع معكم في الشكل النهائي. انا رجعت معكم البنات في الشكل النهائي هما هادو من بعد ما خرجوا من الفران كنقطعهم بحال هكا. سمعتوا البنات كيجيو مقرمشين كيجيو زوينين. هاتوما البنات كيجيو زوينين مقرمشين. كيجيو ساهلين في التقطاع. هذه شي نهار جات شهينا السيده معمر كانت ما عندناش الورقه راه تجي زوينه وتجي بحال الورقه قرمشه. انا البنات غنكمل ونوريكم الطبق النهائي. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال هاد المسيمنات بلا السيكا. وهذا الشكل النهائي كنتمنى باش يعجبوكم وباش تجربوهم راه تيجيو زوينين. كنتمنى باش تشاركوا في القناه وديروا لي جيم ودعموني وخليت لكم الراحه والسلام عليكم.